بون دوكا نضربو دارة معاكم للبارك هذا يقولو نيجني بارك. نيجني بارك نيجني بالروسية هي تحت كيما نقولو البارك التحتاني خاطش هذه البلاصة وراني جاية هابطة على لافيل وين الفوقة. بون نبداو عندك شوف هذا البارك دايما دايما ماشي غير اليوم دوكا راهو البرد كدايا موان ديس بصح دايما يكون فارغ إسباس فير زعما هذوما ما يعرفوش يقدروا يبنيوه باطيمات وجايك شغل في السنترفيل يقدروا يضربوه كاع قودرو كاع باطيمات. بون الحاجه المليحه هنايا تقدر بون ماشي غير اليوم هكا فارغ دائما غير كيما جيت انا وطفل لهنا دزنا لحديقه الحيوانات. ايبا كي دزنا لحديقه الحيوانات ما كان حتى واحد غير انا وطفل وكاينه واحد القصه دوك نحكيها لكم. كاينه لهنايا كاينه بو عندي قصه مع هذه قصه كبيره كاع. هبطت انا للجزائر هبطت في 2017 كانوا في الصابلير غير كيما فتحوا غير كيما فتحوا هذه هيا كاين واحد وليد حومه قال لي والله راهي نهبطوا تيفا الله يذكره على خير طاكسيه قال لي هيا نهبطوا كذايا. قلت له ما كاش مشكل قلت له استنى كنا في رمضان واقع ليه في رمضان قال لي مول الفطور نهبطو كدايا ايا هبطنا واحد الغاشي واحد الغاشي كل ما نجي لهنا لهذا البارك نفكرها ماشي نقول لك ماشي منظمه ولا كدايا بلادنا شابه مي شنو حرمونا حقرونا صديقي كيما يقول لك والله غير حرمونا بزاف حتى صوالح كيما هادو هذه حاجه تافهه هذه زوج حدايد وروده والسلام عليكم هذه حاجة تافهة خلاونا حتى نولو نديرو لاشين على هذو الصوالح. أني في بارك دوكا شوف فارغ دوك ندوزو لحديقة الحيوانات ثاني باكا حتى واحد عندي ما عنديش بزاف ملي دز أنا طفل بو مانيش راح ندخل الداخل غير برا هكايا نصوركم الدخلة بلي بروفيكم بلي فارغ. وبارك شباب دوكا حتى كي يروح الثلج وكدايا ما تلقاهش هكا معمر خاطش الناس وشنو تجي لهنايا صح لي يقرا كتاب لي كذا لي دور كاين هنايا ان تياتر راهوك تياتر هنايا فالصيف يكونوا العاب زعما العاب كذايا اللي عنده تالنت اللي عنده موهبه يجوز لهنا يجوز يوريها. بو دوك نوريكم هاني قريب نوصلوا للبارك بو زو بارك دوك ندوزو وقيلا من بعيد غير من بعيد نصورو غير من بعيد نصورو فارغ ما كان حتى واحد ماشي بعيد وين نسكن كاين واحد وليد حومه هكذايا حب يجي قال لي حبيت نجي نضرب دار الدروس انا سبور لي سبورتيف نيفو طالع شويه ما معدنا في الجزائر الله يبارك تلونسينا انا الله غالب كي بدينا كنا نديرو سبور في الجزائر كان شويه كان عندنا دي بلاص صغار بلاصات معروفين وكنا معظم الوقت ندوزوها برا. بون ها هذا هو الزو بارك زو بارك ها هذا الزو بارك ما كان حتى واحد. بون لو كان قصروا كاين دي كيسيون بزاف بصح الموضوع تاع اليوم شغل هذا وليد حومه قال لك حبيت نجي نوريلو لي بارك نوريلو بلايص هو يحب هذاك البنيان القديم كدايا في الاوروب كاين بزاف. بون دوك نضربو دار خليكم معنا. بون كاينه هذه العين جايه في السونتر تاع البارك وين كنا قبيله اللي هدرت لكم عليه كاينه هذه العين عندها من 1908 غير من 1808 هذه العين. بون المتاحف جاي فيه شغل ريحه جاي فيه ريحه وغلقوها وداروها في دار وداروا لها تحاليل وكذا لقاو بلي الماء تاعها مليح للامراض الجلديه وكذايا وسبحان الله انا اصلي من عين بوشير ولايه مديه. ايبا هذا الماء كي جيت شربته لهنا عنده التركيبات الريحه سبحان الله كذايا ولاد شناف اللي يعرفوا ولاد عين بوشير ومديه ولاد شناف كاينه هذا الماء عندنا في الجزائر
عندنا في الجزائر وعندنا في المنطقه هذه يعيطوا لها ولاد شناف عين بوسيف ولايه المنديه. هذا الماء العين اللي كانوا يشربوه فيه بكري ومازال ما نشفتش وكاينه تما. كي نزلت للجزائر كانت عندي نروح نجيب شات ميلا تاع بابا الله يرحمه، ادعوا له بالرحمه اللي يشوف هذا الفيديو. ايبا هذا المج راح نجيبه في قرعه من بعد كانت عمي جيت راح نجيبه خاطش نعرف وحده لهنايا تخدم في الماء تاعهم، ماشي هذا الماء، الماء تاعهم اللي بيتسك بادار تخدم تما، يبا تخدم في المخبر. قالت لي جيبو، حكيت لها قصه كي جينا لهنايا للبارك شربت المره الاولى من هذا الماء. يبا قالت لي جيبو، قالت لي ونشوفو، قالت لي لا، قالت لي هذا حاجه طبيعيه كاينه في كاع انحاء العالم، برك هنايا داروا له دراسات وكذايا، ماذا بيا بصح على بالي، يديروا له كيما تاع سيدي كبير. سيدي كبير ما تاع الشريعه الله الله، كنا نشربوا برا، حنا ما انا زيد 81 كنا برا نشربوا، ما كناش نروحوا كاع هذه تشري الماء وكذايا. هيا ضربوها، ماذا بيا هذه المعلومات، شغل الولاد الولاد هذه الدشره وكذايا منهم فيهم اللي حاب يخدم هذا يا مشروع ولا حاجه مليحه من الداوي. ايه نسيت حاجه، وهذا هذا اليوم ورايا استنوا بيتو سبيطار بالتداوي الطبيعي من هذا الماء اللي عنده امراض جلديه وكذايا كيما نقولوا حمام بوليفيه حمام مريغه عندهم هذايا. ودوك نوريكم لادات، اكزاكت بالك نكون غلط ولا نوريكم لادات اكزاكت تاع وقتها اكتشفوا واللي اكتشف هذه البلاصه هذاك السيد اللي كان واقف فوقها يعيطوا له بيتر فيرست، بيتر الاول. يبقى هذا هو اللي جا لهذه المنطقه واكتشفها، ومن هذاك الوقت كاينه هذه سيتي تيكزيستي. دوك نوريكم لادات وبيتر فيرست كيف داير. هذه هي البلاصه اللي درت فيها الفيديو تاع الفاكسان، دوك نوريها لكم ونقول لكم بلايص ونقول لكم واش كاين. هذه بلاصات هكذايا بو عندك هنا، هذه الولايه، بون عندك هنا المدرسه تاع لارمي، بصح هذوما شغل اللي يحب يدخل وليده لارمي كيما نقولوا اشبال الامه تاع الجزائر. عندك بون هنا الجامع تاعهم، الجامع تاعهم كنيسه. بون هذه بلاصه، وعندك هنايا كاين معلم عندهم تاريخي واسمه ليلين، اللي حب يقرا عليه ولا كذايا يدخل يكتب ليلين، عنده قصه كبيره هذايا تاع الشيوعيه. راه هاي دوك ندوزو بلاصه واحده اخرى ان شاء الله نكونو خفاف ونوريكم لاسيتي. ومام عبدو ولا محمد اللي حبوا يجيو هنايا يضربوا داره باش يكون عندهم نظره. هذه هي. ومن بعد كانت الفيديوهات الاخرين نقصرو كيفاه تجي صعيبه ماشي صعيبه هكذا، لا جيت تقرا كاين هذه قرايه جاي تقرا اقرا وعاود ولي احكم بوس ولا روح لبلاد واحده اخرى واحكم بوس. كاين بزاف اللي يقول لك لي ديبلوم تاع الروس ما ياكلوش، خويا ديبلوم تاع الروس ياكل في اي بلاصه. اخر نظره شو عندهم، هذاك اللي طلع يوري غاغارين ما مقرينا عليه في كتاب في الساتيا ماني ولا نافيا ماني ولا ونسيت. واخر ضربه هذه الفيروس العالمي كذايا اللي اكتشف الفاكسان ماو ني نيوتن ني ماو اسمو ني جاك شيراك ني والو رواسة. دوك نروح لبلاصة واحدة أخرى ونقصرو بيها. وعندنا هنايا بلاصة، دوكا راهي ناشفة متجمدة، هاذيك شغل بحيرة يجي ليها البط كدا، بلاصة شابة بزاف. هنايا مرسيين بون. في هذه البلاصة جايك شغل قريبة للسونتر بي، كاين هذايا هذا أوتيل، هذا كيبان لي بوب. That one, no. هذا اوتيل ميركور، هذا هنا خدمت عامين، شيف دي بارتي. اوردرز هاولا على كارت، تسمى لي زوردر، خاطش كي تكون خدام في اوتيل ولا يبقى كاينين ديبوس، كاين اللي يخدم اللحم وحده، كاين اللي يخدم الكارنيتير وحده ديكوراسيون، كاين اللي يخدم لي بانكيت
زعما اعداد كبيره يكون 500 غاست ولا، وكاين اللي يخدم الاكارت. الاكارت كانت عندي هذه بوزيسيون بون تجربه، خدمت تما عامين بعد كده بدات طلعت غرون في موسكو، ودوكا راني عاود وليت لهنا البلاصه. هيا هذه هي دوك نكسرو ثاني نوريكم بلايص. خلوي هذا هو الخلوي. بون هنايا كاين لو تياتر، التياتر تاعهم يديروا حفلات للدراري صغار، دوكا كي راهي كورونا وكذايا يبا حبسوها، مام يديروا اوبيرا وكذايا. بون وهذا هو لوتيل اللي قلت لكم مقبلات، راهو يبان هنايا، هذا هو ميركر. انا وين خدمت عامين خاطش مقبله كي درت وسمو الفيديو من البعيد يبا ما كانش يبان هنايا، جاي ثاني في سونتريفيل. بون دوك نوريكم السطاد، قال لك اذا كنت جزائري ولم تصور لنا الملعب فاعلم ان شيطانك قد منعك. دوك نوريكم السطاد. بون هذا السطاد جاي في السونتر، في السونتر بنياتو كيما نقولو سوناتراك تاعهم، فهم ميتالوغ اسمو ميتالوغ، هذه ماشي سوناتراك، شركة تاع كيما نقولو الحجار تاع الحديد وكذايا، بنات لهم استاد. دوك نوصلو للاستاد من قطاع الطريق، جاي قريب للسونتر فيل، قريب للتياتر هذاك اللي صورتو. بون نوصلو نصورو لكم قدام. بو حاجه حبست لي مخي، عبالك جيت لهنايا كيما قلت لكم مقبل دوك نصور لكم السطاد، انا عبالي بلون سيكوريتي وكذا كيما عندنا. والله دخلت تما اداره قلت لهم يا ودي حبيت نصور السطاد، هو هاني داخل حبيت نصور السطاد بدايا ندير ان فيديو تعريفي الوسط تاعكم، قال لي ما كاش مشكل. بو ما مشي تريني وكذايا، واه الثلج كذايا. نوريكم السطاد هذا البيراج كيما نقول الشتيله، لا جاي كيما ما عرفش كيما الباوت هكذاك، مي مخدوم بيان. نمشي ترينيو دوك نوريكم وين ترينيو. كي كنت داخل لقيت بارتيه تاع دراري صغار، شغل تاع دراري صغار، دوك نوريكم وين ترينيو. يترينيو تحت الارض خاطش راه معمر كدايا، يترينيو تحت الارض. بون نجوزو كيف كيف، لقيت بارتيه تاع دراري صغار. بون كيما قلت لكم الماسك يلزم دائما يكون عندك. بون دخلوا هنايا، هاي تحت الاداره هنايا، دخلت ليهم لصقت معاهم هنايا، قال لك نورمال. بون لقيت بارتيه تاع دراري صغار، كاين هذا شغل سيس وكاين من الجهه اليمين. المهم هذيك تكون نظرة، وهنا فردوس عندهم اسمه الهاكي معروفين بهذو الالعاب الشتويه، الفوتبول عندهم ثاني مره، عندهم ثاني بلايص واحد اخرين دي سبور واحد اخرين يقدروا يبراتيكيوهم، عندهم الالعاب الشتويه هذا التزلج وكذا. مي عندهم ثاني فانات عندهم لي ستاد كبار، بعد كي طلعت في موسكو بالك تكون
تكون نظرة واحدة أخرى. صح ندخل خربيط أنا نورمال، قال راح ندير لكم فيديو شباب وكدايا نعرفوا ب... وهذا يا اسمع راني لقيت الليغو نتاعي طاح لي. السلام عليكم عبارة القرات. بون حبيت ندير الفيديو يكون بروفيسيونيل وكدايا، بصح ما كاش الوقت، كاين هذه لي كيسيون عطاوهم لي البارح، خرجت اليوم وجيت اليوم ونطيتو 15 دقيقة هذا الفيديو، لا لا أكثر، واحد 30 دقيقة ونطيتو هكا الحاجة اللي نقدرها. ولا تحب تشوف لاسيتي ولا كدايا www.lipetsk.com، تدخل لهنايا تشوف لاسيتي تعرف عليها أكثر وأكثر. بون وعلى المعيشه وكذايا وشوف واش تكتبولي في الانستغرام، او كاين الانستغرام تاعي في لاباج، او كاين كذايا ابعثولي دي كيسيون، واش كاين لي كيسيون نشوف هكايا نخير ونخرج. انا تعتيره ما نقدرش هكايا، تعتيره نخرج ونرفد لكم المعلومه كما هي هكذا. والسلام عليكم خاوتي، ان شاء الله يكون عجبكم، وتشجيعات لايك بارتاج لا حبيتونا نكملوا في هذا لي بروغرام و فلاشان وكذايا و في النتورك وركينغ. السلام عليكم.